كالعادة يعني اختلف مع الدكتور خالد عبد المنعم، يعني اختلف معك لانه انت قلت كلام جميل حوالين تفصيل الحاجات. انا رايي ان مشكلتنا ان احنا بنفصل، يعني انه في حاجتين مفتقدين في مصر، لان عندنا مشكلتين كبار قوي. المشكله الاولانيه البيروقراطيه، ودي متشعبه الى اقصى حدود التشعب. طبعا عارفين البيروقراطيه المصريه دي منذ عهد الفراعنه، يعني فممكن فعلا موظف صغير يبوظ لك قانون مضى عليه شخصيه رئيس الجمهوريه. موظف. فدي نمره واحد. نمره اثنين المناخ العام. المناخ العام اللي بيفسد اي حاجه، وطبعا زي ما اشار برضه الدكتور خالد ان السوشيال ميديا بقى عنده حساسيه مفرطه من اي حاجه تمس يعني ايه ما تسمى مصر وكانها يعني مقدسه. فتلاقي ناس ممكن تضرب ناس بتصور لانها بتصور صندوق زباله او بتصور. عندنا حساسيه مفرطه من فكره التصوير والمقاومه الرهيبه للموضوع ده. دكتور خالد عبد المجيد وانا لما كنت في المركز القومي قعدنا فتره طويله جدا مع مثلا مشروع اقامه ارشيف قومي للسينما المصريه. وهو عارف كان في قصر الامير طوسن واتخذ بيه قرار مش كده من رئيس الوزراء شخصيا. والجماعة بتوع السينماتيك الفرنسي بدأوا يشتغلوا تمويل ورفعوا المعزات. ها؟ ما أنا بقول إن خالد عبد المجيد وهو حكى لي، معرفش أنا من حق أفش السر ده ولا لأ، إن هو راح بالجواب اللي مضى عليه رئيس الوزراء لوزير الآثار، مش ما طبعًا مش فاكر حتى مين ساعتها كان، وقال له ده إحنا واخدين قرار رئيس الوزراء، فقال له خلي رئيس الوزراء يديك القصر. كده. فده اللي هو الغياب الكامل لفكره الرؤيه العامه. يا حبيبي انا عارف انه كامل، بس انا بكلمك على غياب الرؤيه العامه مش الرؤيه التفصيليه. يعني بمعنى ايه؟ ان احنا محتاجين زي ما قال برضه عمر وزي ما قال سيد، انا بصراحه شايف ان الحكايه دي تليفون من السيد رئيس الجمهوريه. اللي هي مليانه تفاصيل من المستحيل اختراقها بالبحث في التفاصيل. لانك هتلاقي تفصيله لم تخطر لك على بال واخد كل الحكايه. فالحكايه عايز انا لقيت الفيلم بيتكلم بشكل خبيث جدا عن ان اليهود هم اللي بانين الاهرام مثلا. انا ما عنديش استعداد اشتغل، وطبعا ما عنديش استعداد ان الرقابه توافق على فيلم اتصور في مصر بيثبت انه الفراعنه مش هم اللي بنوا الاهرامات. فده انما في نفس الوقت لو ان واحد عايز يصور في سوق العتبه يصور في سوق العتبه. نحن لا نخجل من فقرنا، ونحن نفخر باننا نقاوم هذا الفقر، وان احنا بنطلع من قلب دوله ناشئه وبنحب الناس دي. يعني انا على مولانا انا لا انا مش بس انا بقول لك على مثلا يا دنيا برامي. انا رحت مره، اول مره كان في فيينا، ولقيت ان اغلب السكان اغلب الناس بتوع فيينا يعني المواطنين المصريين اللي بيشتغلوا هناك اغلبهم بيشتغلوا سواقين وبعض ضرائب وكده. وكان العرض الاول كان حضر كورت بالدهايم، كان الوزير هو السفير هو الدكتور مصطفى. وانا لاحظت ان الناس جايه الفيلم مبسوطه تتفرج على فيلم مصري. فطلعت طبعا لما خفت انا جدا من رياكشن تجاه الفيلم، فطلعت وقلت لهم اللي جاي يتفرج على شارع قصر النيل ويتفرج على فيلم سياحي مش كده. احنا مش بنخجل من فقرنا، احنا بنقدم نفسنا بمشاكلنا، احنا قدرتنا على ان احنا نعرض مشاكلنا هو ده فخرنا اصلا. وحتى يعني الدكتور مصطفى في انزعج شويه من كده، لكن اللي عايز اقوله انه احنا مش ده مش هيدفعنا ان احنا نعمل فيلم سياحي. عشان كده بقول قياده رقابيه متبصره عارفه يعني ايه الفرق الدقيق جدا بين الاساءه لسمعه مصر زي ما قالت عايزه، وما بين انك انت لا تخجل من اي شيء الا تشويه حقائق التاريخ. دي الحاجات اللي انا مع الرقابه تماما في انه انا ما ساهمش في انه واحد يشوه حقائق تاريخ مصري مثبته بجميع الوسائل، ما انا مش هديله التصريح ده. يعني ده موضوع اعتقد ان حتى في امريكا مش هديله حد يقول ان الامريكان دي مثلا بالعكس الامريكان اكثر ناس كذبوا في الحكايه. فاللي عايز اقوله انه تاني انا بقول ان الموضوع عندنا مشكله يا دكتور خالد انه بنشتغل، معلش ده انتقاد يعني مش مباشر للحكومه، لكن المجلس بيشتغل كوزارات اللي قاله بالظبط عمر، كوزارات كل واحد مسؤول عن شغله بس. فلذلك يطلع وزير اثار يقول له خلي رئيس الوزراء يديك، يعني فاهم؟ يعني ما فيش احساس ان في بورد
بورد واحد مسؤول عن سياسة عامة مطلقة بالحكاية. فأنا رأيي من 13 سنة من 13 يعني لو أنت عايز تقول إنه أنا عايز لجنة دي يعني أنا مش طبعا مش عايز أقول إن برضه كل حاجة إن يجيب رئيس الجمهورية فيها، لكن واخدة القوة دي واخدة الباور ده بإن هي ما حدش يقدر يعارض قرار. وأنت بتدفع مليار لإعلان تافه ما حدش بيشوفه. فأنا رأيي إن الآثار بالذات وطبعا حاجة زي المطار والحاجات دي يعني لازم تبقى حاجات رمزية. إحنا المطار ب 10,000 جنيه في الساعة. يعني أنت بتحط المعدات دفعت 10,000 جنيه. يعني المسألة عايزة إعادة تفكير كبيرة ورؤية عامة مش رؤية تفصيلية. شكرا للقاضي إن في قانون صدر في المغرب بحق الأداء العربي للمخرج والكاتب والسيناريو. لا يعني ده عايزة جدول لوحدها، لكن إحنا نشوف بنكافح من إمتى عشان نحقق الأداء العربي اللي يخلي اللي قاله سيادة الرئيس على حياة كريمة للفنان بس حق الأداء العالمي. يعني أنا كان معانا مخرج من المغرب موجود في أسوان بيقول لك أنا رحت لقيت حق الأداء العالمي بتاع 20,000 دولار معيش بيها بقيت عمره. أنا عزم في بلد عربي عملته وله الجمعية بتاع الدكتور مجدي. الدكتور مجدي أنا عايز أقول لك حاجة بس أنا آسف جدا ساعات كبرتوا يعني والناس اللي موجوده ممكن دايما يعني قعدة زملاء واصدقاء بس هي قعدة شديدة الأرقة وأنا أشكركم عليها وأشكركم عليها لو منظمة جدا. لكن هقول حاجة ممكن هتتضايق بس والله أنا بقول معلومة حقيقية. الآن تنشأ في مصر هيئة قومية للملكية الفكرية على أعلى مستوى في العالم وبقرار يعني على أعلى مستوى وأنا شخص هيئة قومية للملكية الفكرية. هذه الهيئة يا أستاذ عزيز أنا آسف والله ما بقولش كلام يعني اللي هو بتاع المانشيتات هذه الهيئة وأنا شخصيا حضرت في مجلس الوزراء المصري أكثر يعني داخل مبنى مجلس الوزراء مش مع مجلس الوزراء يعني كذا اجتماع لهذه يعني التحضيرات لهذه الهيئة بتتعمل على أعلى مستوى في العالم للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وغريبة جدا فعلا أنا شخصيا لما روحت الاجتماع كنت روحت أحد الاجتماعات الفرعية اللي هي فيها حاجات تتعلق بالرقابة باعتبار أنا يعني حقوق الأداء العلني وبتاع تبعي في تبع الرقابة يعني فوجئت بمشروع عالمي بكل المقاييس وهيئة فعلا تخطيطها والهيكل التنظيمي بتاعها على اعلى مستوى في العالم وقريبا ستراها على الارض باذن الله. شكرا. يا رب في مصر جريمه واللي بيحمل كاميرا متهم. انا متهيألي محتاجين اجابه من مسؤولين عن التصوير لان ده ما شفتوش في اي مكان اخر في العالم في باريس او في لندن او في اي عاصمه اوروبيه. انت بتصوري بكل الحريه وبتعملي احلى صور بتشيليها معاكي وبتبقى افضل دعايه للمكان اللي انت كنت فيه. الصوره الخاصه اللي بياخدها هاوي التصوير بالكاميرا اللي موجوده في ايديه. انا بتمنى ان احنا في مصر ندور على وسيله نغير مفهوم ان حمل الكاميرا في الشارع جريمه. وشكرا لكم جميعا. شكرا دكتور محسن. هو طبعا هنرجع تاني للنقطه. اولا احنا طرحنا الموضوع في عدة اتجاهات وكلمات.